سنة 2020 كانت سنة استثنائية علينا كلنا، وإيجابية ومميزة، غيرت عادات وتقاليد وكسرت القيود أكيد، وصقلت شخصيات البعض، وكانت طبعا الدنيا أخذتنا ونسينا أنفسنا. وهذه السنة تذكرنا طبعا من إحنا وبالنعم المحيطة فينا. وفي النهاية أو في نهاية كل سنة دائما نقول الإقبال والرغبة في الزواج لقلة التكاليف والبساطة منطقيا، واستغنى الكثير عن البهرجة أو المبالغة في التكاليف لتجهيز طبعا تجهيز العرايس أو الأعراس أو الضيافة أو إلى آخره. عموما إحنا راح نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم، واللي راح تحكي لنا عن رأيها في هذا الموضوع تحديدا، ترف العبيد، مصورة أعراس سعودية. مساك الله بالخير يا ترى. مساء النور، شكرا على الاستضافة. أولا نورتينا، مرة مبسوطين في وجودك اليوم معنا. وبس ودي أقول لك صراحة اسمك مرة حلو. شكرا. الله جميل اسمك، رائع. طب تعرف يعني أكيد زي ما قلنا في المقدمة أن الجائحة واللي مرينا فيه 2020 بشكل عام أثرت على الجميع بلا استثناء. فكيف أثرت على المصورات والمصورين، وبالتحديد مصورات الأعراس يعني مثل حضرتك؟ قصدك ماديا ولا بشكل عام؟ الشغل يعني، هل تأثرتوا وتحسين أنه لا عادي؟ هل كان في أكيد تأثرنا طبيعي. أوكي. يعني إحنا حكينا عن هالفترة بالذات، يعني 2020 على مارش كان هو بداية الإيقاف، فكان موسم بالنسبة لنا وموسم أعراس. فلما وقفت وفجأة الحظر وكذا، لله محمد رسول الله، انضغطنا. نعم. مع العرايس يعني ما عاد ندري كيف نتصرف. نعم. نرجع لهم العربيين، نأجل. صحيح. في ناس تبغى تتزوج يعني ما تبغى تصوير، خلاص بتكتفي بزواج عائلي والمفروض نسترد العربون. نعم. فكنا نحاول، يعني أنا شخصيا حاولت أكون مرنة مع العرايس، اللي قدرت أصورهم صورتهم، والأغلب استرديت للعربون لأني كنت خايفة صراحة. يعني أثرت يمكن نقول شوي سلبيا عليكم 2020؟ ماديا إيه، لكن بشكل عام بالعكس، الجائحة علمتني أشياء كثيرة. يعني صقلت شخصيتي، عرفت يعني، صرت أفكر بشكل عميق مثلا في العقود، المشاكل التصوير كبزنس يعني أكثر من أنه كهواية كتصوير يعني. يعني أنا أحس العقود أكثر شيء يحمل مصور. أيوة، والعميل. والعميل نفسه. صحيح. من غير عقود أحس الموضوع صراحة خالي من الحماية مرة. هو 2020 علمتنا يعني أهمية العقود وإيش المفروض البنود اللي نضيفها. تعرف كيف تشوفين مهنة التصوير، وخاصة أحس أصعب شيء العرايس، لأن العروس تكون متوترة في لحظتها، وأنت كمصورة ما أنت عارفة هي إيش تبغى. مهنة التصوير صعبة. أنا لي في المجال هذا 7 سنوات من 2013، فهو صعب، مو أنه كتصوير عروس وأنه كذا بارت وكذا ستيب وأنه ليلة مهمة للعروسة، لا، إحنا المراحل الانتقالية اللي نصور فيها العروس، يعني أول شيء التواصل لما تجي تحجز، بعدين لما تتفاهمين معها على الوقت وترتيب الوقت، يوم الزواج، يوم التصوير، يوم لما تجين تسلمينها الصور عشان تختارها عشان الطباعة، فيلا بعدين تجيك المعالجة والفوتوشوب واختيار الصور وتنسيق الألبوم والطباعة، فشغلنا تبعاته متعبة صراحة جدا. عشان كده أبغى أسألك يا ترى، يمكن مسؤولية كبيرة يعني تقع عليكم، لأنه أنتوا بتوثقوا ليلة العمر، يعني العروسة تبغى كل شيء متصور، كل شيء بيرفكت، وأنت لازم تطلعيها أو تطلعيها وتطلعي القاعة وتطلعي كل شيء بأحسن صورة، فهذه مسؤولية كبيرة عليكم. طب كلمينا الآن بعد ما عدينا مرحلة الكورونا، المرحلة الأولى والحجر وكذا، عادت الزواجات مرة تانية والمناسبات تانية، في إجراءات احترازية كنت بتسويها لما عدت للتصوير مرة تانية؟ أيوة أكيد. صراحة أنا ما بديت يعني لما أفتح المجال على طول، انتظرت أشوف تجارب صاحباتي مصورات، بعدين لما حسيت أنه مستعدة نفسيا وبدأت أطلع، أكيد الكمام يعني والتباعد، يعني أول قبل مثلا نعطي العروس بوزيشن معين أو لا، صرنا نحاول نتباعد، وهو حسب الناس صراحة، يعني في ناس مهم عندهم الإجراءات، في ناس لا عادي شيل الكمام ما يحتاج، فكنا نواجه تناقضات يعني. أيوة. وتعقيم العدة طبعا.
بس هذه الإجراءات يعني، وساعات التصوير صارت أقل يعني، ما يعني من 3 ساعات وطالع، مو زي قبل 7 ساعات وكذا. أيه لا صارت قليلة ونوثق فيها ونطلع بنتائج حلوة. طب على الطاري انك قللتي عدد الساعات في الأول زي ما تفضلتي، أروح للعروس من بداية اليوم أظل معاها. الآن هل العروض اختلفت يعني أنتم كمصورات الآن أو في مجال التصوير والأعراس بالذات؟ بالنسبة لي أنا أيوة سويت عروض جديدة قللت فيها الساعات، بما انه مثلا في ناس ما صار زواجهم في البيت او شاليه ما عاد في زفه، الزفه هي اللي اكثر شيء ياخذ وقت، في ناس اصلا ذائقه العرايس اختلفت يعني، ما عاد يهمها فول ديت تصور كل حاجه، لا اهم شيء هي وزوجها وهي واهلي وخلاص يعني كبورتري يعني، ما عاد يهمهم العطر وكذا، مو كلهم لكن عرايسي صراحه اللي مرينا عليهم من بعد كورونا ما عاد يهمهم الديتيلز. طيب يعني هذا الشيء تشوفينه انت من وجهه نظرك الشخصيه تشوفينه شيء ايجابي لك انت والعرايس يعني انت وزميلاتك اللي ذكرتيهم المصورات او اللي في هذا المجال بشكل عام، وكمان العرايس يعني تشوفين ان الجائحه كانت لها نفس ما كان لها ممكن دور شوي سلبي خلينا نقول ماديا او اقتصاديا او الى اخره، ان كان لها دور ايجابي في التباعد في عدد الساعات في البساطه. اول شيء كثر الاقبال على الزواج ما شاء الله تبارك الله كثير يعني، بما انه ما في تكلف ما في بهرجه ويقدرون يسوون ابسط شيء وملموم على الاهل واهل الزوج وخلاص. العرايس كان مثلا يهمهم الفستان منفوش وذيل والمكان يكون يعني ما يساعد، لا الحين صاروا يعني ستايل الغربي مثلا فستان اللي يناسب جسمها، صارت تشوف ايش اللي يناسب لها، الميك اب الناعم، فكثير ساعدنا كثير يعني، صرت اشوف ستايل حلو صراحه. يعني بعد كورونا العروسة تغيرت، أصبحت أكثر بساطة، وعي. ما في تكاليف زيادة. أيوة. يعني كويس الحمد لله أنه في نتيجة جيدة إيجابي. هذه نتيجة إيجابية والله. طيب ترى أثر على التصوير، أثر على تأثير الصور دقتها جمالها، أنت عارفة يعني بالقاعة أحس تأخذ والإضاءة والإضاءات بعد ما لا دخل. أنا يهمني صراحة أنه تتوثق المشاعر يعني، ممكن أصور واحدة في قاعة بس يكون ذاك اليوم ما وثقنا هذيك المشاعر الحلوة، ف المشاعر تبقى مشاعر وين ما كان المكان يعني، وطلتها هي اللي بتتوثق ويومها. حلو ترى قاعدين نشوف الصور لشغلك ما شاء الله تبارك الله جميلة روعة هذه، حلوة هذه تفاصيل الشادوز روعة ما شاء الله عليك. طيب طرف العبيد مصورة أعراس شاكرين وجودك معنا. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة وإن شاء الله فرصة سعيدة. مشاهدين أكيد مكملين معاكم وراح نشوف بعد الفاصل خمسة ألعاب ذهنية لتنشيط التفكير لدى الأطفال.